اول حاجه راح بك هنا معانا عبر فوشه، واحنا النهارده بنتفرج على الفيلم بقى لاول مره مع جمهور دبي. تحب تقول ايه اول حاجه كده؟ اقول لهم ان شاء الله الفيلم يعجبكم وانا متحمسه قوي للفيلم ده لان احنا تعبنا فيه جدا، ويا رب يعني الجمهور يعجبه. عايز اتكلم معاك كده من اول ما جاك الورق لغايه ما وصلنا النهارده، عايزك الرحله دي بقى كانت عامله معاك ايه؟ انا عايز اقول لك الفيلم ده اتعرض عليا بعد على طول بحبك 2022، احنا قعدنا سنة بعد كده صورناه، فخدنا وقت كتير قوي في التحضير، رحنا وجينا رحنا، وكل شوية يتأجل الفيلم يتأجل في التصوير، صورناه وخلصناه، وانا متحمسة بقى النهاردة اللي هو احنا تعبنا جدا فيه، ويا رب خير يا رب. الناس فيه شايفة فيه باربي مصرية بقى، عايزين ده جا حقيقي ده؟ انا كل الناس فاكرة الفيلم باربي، والله يا جماعة والله الفيلم مش باربي، هو شكل الشخصية ممكن هي كمان مش باربي، هي باربي مش كده يعني، بس هي اول ما لبست الباروكه الصفراء وهو عمل شعره على جنب بقينا باربي ان كان، ما ده مش حقيقي. كواليس مع هشام وثروت اكيد ما تتوصفش، عايزين نعرف حاجه منها. انا اتخنت في الفيلم ده جدا، هقول لك يعني انا قعدت اكل كتير قوي في الفيلم ده بسببهم هما الاثنين، والله بياكلوا كتير قوي، بياكلوا اكل كله دهون، كنت بخش اكل معاهم الاكل بتاعهم، يعني في اول الفيلم كنت رفيعه، ممكن تلاقي في مشاهد كنت بدات املى بقى بسببهم هما. بعشق هشام وبعشق ثروت وبحب الكوميديا بتاعت هشام جدا، وكنت متحمسه قوي للفيلم ده عشان كان تاني تجربه معاه، اول تجربه كان فيلم لسه ما نزلش اسمه بضع ساعات في يوم ما، فيلم رومانتك موفي، بسبب الفيلم ده عملنا الفيلم ده. رومانتك مع هشام ماجد؟ اه هتتصدم من هشام، هشام اصلا مظلوم من نفسه. انت من جمهور اللعبه طيب؟ اه انا بحب اللعبه جدا، انا بحب مازو ايوه مازو. الفترة الجاية كمان عرفنا ان في فيلم مع تامر حسني، عايزين نعرف برضه شوية عنه. هو فيلم اسمه ريستارت، فيلم مختلف خالص عن الفيلم الاولاني، والناس فاكرة ان هو هيبقى نفس السكة، هو في سكة مختلفة ومتحمسة له قوي قوي لان هو محتاج شغل كتير، واصلا بيستعجلوني ان انا لازم ارجع مصر عشان في عندي مذاكرة كتير قوي في الفيلم ده لان محتاجة القاء معين وطريقة معينة وكده، فمختلف جدا متحمسة له قوي، هو كوميدي موفي. داخلين على العيد، اول يوم في العيد بقى بتعمل فيه طقوس كيف في البيت بقى مع الاسره؟ طقوسي في البيت يعني ما بعملش حاجه، بناكل كحك وبنقعد نتفرج على التلفزيون، في افلام جديده بتنزل بنقعد نتفرج عليها زي اي حد، بس انا ما بحبش السفر في العيد، يعني بحب في العيد ابقى في القاهره. اخر حاجه حابب اختمها معاكي، 2024 شفنا افراح كتير وعرسان كتير، هل نشوف هنا زياد عروسه في المره 2024؟ والله انا ما لا مش مركزه، انا مركزه في الشغل دلوقتي، ولا يعني سيب على ربنا بقى. شكرا.